الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا في كل درس بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري ولزوجتي ولابنتي حبيبة والحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والأستاذ هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري والأستاذ أسماء صقر والطفلة براءة والأستاذ عبد والشيخ عبد الله بنعمة والحاجة خيرات والأخت نعمة أحمد عبد المجيد والطفل عمرو سيد رفاعي والحاجة سمية الرواس والأستاذ عبد الله والأخت أم نور وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. بندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي وبندعو لأخينا وحبيبنا الشيخ سعيد الزياني رحمه الله رحمة واسعة اللي توفي في حادث سيارة الأسبوع ده، وبندعو لسلمى بنت الشيخ مصطفى الأزهري، وبندعو للأستاذ هشام من ليبيا وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. اللهم صل على محمد. كنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا جدا، ما ننساش بالله عليكم في كل صلاة وفي كل يعني عبادة، أنا كتبتها خلاص حاضر يا مدني، ما ننساش في كل صلاة وفي كل عبادة وفي كل قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، إن احنا نسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبأعمالنا الصالحة أيضا، ان ربنا يفرج هم اخواننا في غزه، وان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على اعدائهم. وبعدين الحاجه الثانيه اللي عايز انبه عليها، ربنا يبارك فيكم، مش عايزين ننسى يا جماعه صيام 6 من شوال، ان دي اخر فرصه، احنا خلاص يعني ما فاضلش غير اسبوع، فربنا يبارك فيكم، اللي ما صامش يلحق يصوم واللي صام ولسه فاضل له كام يوم يلحق يكمل، علشان ربنا يكرمك الست ايام يتحسبوا لك بشهرين، حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال كان كصيام الظهر، لان رمضان يبقى ب10 شهور والست ايام بشهرين، يبقى كده كملنا السنه كلها، والمقصود بالظهر هنا هي السنه. هنبدا مع بعض موضوع علامات الساعه الصغرى. احنا بدانا الدرس اللي فات ونكمل النهارده، هنكمل لفتره معينه كده، لان موضوع علامات الساعه الصغرى والكبرى محتاجين نقف معاها وقفه كبيره جدا، ونلقي الامر على ارض الواقع ونتعايش معها ونحس بها بجد. ربنا يعني ينجينا واياكم يا رب العالمين من اهوال الدنيا والاخره، ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ما أتكلم الحقيقة عن موضوع العلامات، الحقيقة كنت عايز أقول كلمة سريعة كده مش هطول فيها، يعني أنا عارف طبعا الناس زهقت الأسبوع اللي فات ده كله من كتر الكلام بقى عن الحجاب والنقاب والمشكلة واللي بيحاربوا واللي بيعملوا، الموضوع كتر أو كبر أوي زيادة عن اللزوم، ما كانش يستحق كل هذه الضجة. يعني كل اللي عايز أقوله إن عايز أوجه كلمات رسائل سريعة جدا جدا، رسائل اللي بيحاربوا النقاب، رسائل اللي بيمنعوا أخواتنا من دخول المدارس أو الجامعات أو المصالح الحكومية بالنقاب، رسائل للمنتقبات نفسهم، رسائل لأهالي المنتقبات، في عجالة سريعة كده مش هناخد دقيقة واحدة أو دقيقتين، يعني إن عايز أقول لكل إعلامي أو كل واحد مسؤول سواء كان صحفي أو إعلامي أو غير ذلك بيحارب النقاب وعمال يعني بيقول دي عادة من عادات الجاهلية، عايز أقول له كلمة واحدة بس، لقد نفذ رصيدك. الحقيقة يعني بلغة المحمول لقد نفذ رصيدك، يعني ما بقاش في مواضيع عارفين نتكلم فيها أو لاقيين نتكلم فيها إلا موضوع النقاب فقط. أخويا وحبيبي، شوف شعبنا وشوف الناس الفقراء وشوف مشاكل الناس وشوف مشاكل المسلمين وشوف الأقصى الجريح وشوف إخواننا اللي بيتدبحوا في كل مكان، وشوف اليهود عملوا إيه في إخواننا في غزة، وشوف مشاكل المسلمين في كل مكان، شوف مشكلة رغيف العيش اللي الناس مش لاقيينه، شوف مشكلة الزحام والمآسي اللي الناس عايشة فيها، شوف المشاكل دي وحاول تفكر بفكرك كراجل مسلم إزاي إن إحنا نحل مشاكلنا
وازاي ان احنا نعيش اجمل حياه، وان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على بلادنا ومجتمعاتنا ونحافظ على ديننا ونعين المسلمين على انهم يعيشوا حياه كريمه. فكر في حاجه غير النقاب وما تشغلش نفسك بالموضوع دوت اكتر مما ينبغي. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه عايز اقول بقى للي منعوا اخواتنا المنتقبات من دخول الجامعه والمؤسسات الحكوميه، عايز اقول لكل واحد فيهم حضرتك خارج نطاق الخدمه، لان شبكه الايمان ساقطه عند حضرتك او واقعه عند حضرتك. ليه؟ لان حضرتك بتمنع امرأة مسلمة من ان هي تمارس حريتها في بلد الحرية والديمقراطية. مش احنا اللي بنقول كده يا جماعة، بنقول نحن بلد الحرية والديمقراطية. طيب من حقها كمنتقبة او كمحجبة ان هي تمارس حريتها في اي مكان. انت عايز تعرف بقى مين اللي داخل، عين اخت على كل بوابة وفي كشك كده مقفول، وتخش وتكشف وتوريها الكارنيه، وبارك الله فيك، ربنا يكرمك ويحفظك. احنا عايزين نقول ان احنا مجتمع اسرة واحدة يا جماعة، عايزين نحافظ على بعض، عايزين نحب بعض، مش عايزين نكون في جبهة عداء. وانتوا عارفين منهج الحمد الحمد لله رب العالمين، عمر في حياتي ما بحب اكون جبهه عداء ضد حد. انا عايز اقول دايما ان احنا بننصح بعض ونحاول ناخد بايدين بعض لكل ما يرضي المولى عز وجل، ولكل ما يكون سبب ان شاء الله في نهضه بلدنا، لان احنا فعلا بنتقرب الى الله بحب بلدنا. حب البلد عمره ما كان بدعه. النبي صلى الله عليه واله وسلم لما طرد من مكه بكى وقال: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. عايز اقول اللي بيحارب النقاب وبيحارب الحجاب النهاردة إذا إنسان ما بيحبش بلده، يعني النهاردة أنت هتعمل مشاكل بين المسلمين وبين غير المسلمين، أو حتى بين المسلمين أنفسهم، أنت النهاردة بتضر بلدك. لا، احنا عايزين النهاردة نحافظ على بلدنا ونحاول بقدر الإمكان أن احنا ننهض ببلدنا بفضل الله. الحاجة الثالثة عايز أقول بقى للي بيحاربوا النقاب، عايز أقول لك بقى كلمة وخليها في ودنك، خليها سر بيني وبينك. أنت عارف حضرتك طول ما أنت بتحارب النقاب خليها بيني وبينك هيزيد. يعني أنا عايز أقول حاجة، لو أنت فعلا كاره النقاب ما تقربلوش، ما تتكلمش عنه خالص، ولا تحاربه ولا تجيب سيرته. انما طول ما انت بتحارب، شوف دايما اخويا حبيبي الممنوع مرغوب. انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، واحنا في امريكا في احداث سبتمبر في ساعه وقوع البرجين بتوع المبنى التجاري ده في امريكا، سبحان الله ساعتها قعد الاعلام الامريكي والغرب كله بلا استثناء حرب شديده على الاسلام والارهاب والاسلام والارهاب و وجندوا كل وسائلهم الإعلامية من مسموع ومرئي ومكتوب ضد الإسلام. لو احنا حاولنا ندفع فلوس على الإعلانات ديت أو للدعاية اللي اتعملت الإسلام على وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، والله كنا دفعنا مليارات المليارات. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بسبب كثرة الحملة التي شنت على الإسلام، أسلم أو أصفرت هذه الحملة عن إسلام 23 ألف أمريكي غير اللي أسلموا في أوروبا. واضح المسألة عاملة ازاي؟ هوضح لك المسألة أكتر، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإسلام ده أو الدعوة الإسلامية أو الصحوة عاملة زي ماسورة المية اللي ماشية بتندفع جوه، اللي بيندفع جواها مية مثلا، ماسورة كبيرة جدا جدا. فلما الناس حبت ان هي تضيق الخناق على الإسلام على الصحوة، حاولوا يضيقوا الماسورة، فلما ضيقوا الماسورة الماء اندفع اكتر. واضح المساله؟ ولذلك تلاقي الراجل اللي واقف قدام المحل بتاعه بيرش ميه في الشارع، واخد بالك؟ لما يعوز ان الميه توصل لاكبر مكان او لاطول مكان بيعمل ايه؟ بيحط حاجه كده رفيعه في اخر الخرطوم علشان تخلي عند الميه قوه اندفاع. واضح؟ فانت كل ما بتضيق على الصحوه، كل ما بتضيق على الملتزمات والمنتقبات، كل ما بيزداد العدد اكتر وبيزدادوا اكتر واكتر واكتر وبيصروا اكتر على حجابهم. فانا عايز اقول لك ما تحاربش الحجاب وما تحاربش النقاب، لان كل ما هتحاربهم هيزدادوا، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، خد بالك، والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. ربنا ما بيتحاربش سبحانه وتعالى، ودين الله لا يحارب. فعشان كده بقول لك ربنا يبارك فيك، بلاش تحارب واحده لابسه حجاب، وبلاش تحارب واحده لابسه نقاب، من باب اولى انك تحارب بقى البنت اللي ماشيه في الشارع بالميني جيب والميكرو جيب والاسترتشات واللي نسيت تلبس، اللي هم تسببوا في فتن كبيره جدا جدا للشباب المسلمين. والله هم دول اللي اتحاربوا، واحنا رغم ده كله ما بنقولش تحاربهم يا جماعه. شوف قد ايه في اكتر من كده، رغم كل اللي بيتعمل ده كله، بقول برضو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ده احنا بنقول مع المتبرجات، انا بنفسي بقول وبناشد وبنادي كل الدعاء وبقول يا جماعه ويا اخوان ويا حبايب، الله يبارك فيكم، ما حدش يغلظ لا على متبرجه ولا على شاب مش ملتزم، ما حدش يغلظ على فنان او على فنانه او حتى على راقصه. في اكتر من كده، ان احنا ندعوهم باللين وبالرحمه، ما حدش عارف
عارف يمكن الفنان ده يتوب يبقى احسن مني 1,000,000,000 مرة. ويا ما شفنا نماذج جميلة جدا. عشان كده بقول لك بالله عليك ابوس ايدك، حاول بقدر الامكان ان احنا نخلي الدعوة كده بسيطة ورحيمة. يعني واحنا قلنا يا جماعة حتى مع المتبرجات قلنا نتدرج معهم ونتألف قلوبهم ونحاول بقدر الامكان نوصل لهم الدعوة بشكل رحيم وبسيط. فما ظنك بقى بالبنت اللي اختارت طريق الطهر والعفاف والحجاب؟ يبقى من باب اولى ان احنا نرفق بهذه الفتاة اللي هي اختارت الطريق الجميل دوت وحجبت فتنتها عن كل مسلم ماشي على وجه الارض. عايز اقول بقى برضو رسالة لكل اخت منتقبة، عايز اقول لك اثبتي اختي الفاضله، فطريق الانبياء طريق محفوف بالابتلاءات، وطريق الجنه طريق محفوف بالمكاره. وعايز اقول لكل الناس في عجاله سريعه كده، كلمه سريعه جدا، عايز اقول يا جماعه مثل هذه المواضيع لا تقابل ولا تجابه بالمشاكل ويعني والعداوات والكلام ده كله، انما تحل بالحكمه بفضل الله. وانا اذكر موقف جميل جدا للشيخ الجليل الشيخ الفاضل رحمه الله رحمه واسعه، الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه. الشيخ الشعراوي كان حقيقه كان ليه مواقف عجيبه جدا، من المواقف اللي كلها حكمه كده ورويه كده، وما شاء الله يعني كان بيتصرف تصرفات حكيمه. في يوم من الايام احد رؤساء الجامعات عندنا في مصر منع دخول اي واحده لا منتقبه ولا محجبه، قال ما حدش فيهم يخش الكليه خالص، الجامعه خالص. فكل الناس طبعا ثاروا ضد الرجل وراحوا كلموه، وليه واتق الله وحرام عليك وما يصحش ومش عارف ايه، ده ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا. خد بالك النقطه اللي عايز اوضحها لك، خليك داعيه ذكي، خليك ذكي. المساله مش حفظ نصوص اخويا وحبيبي، من خبراتك في الدعوه تعرف ان الدعوه مش حفظ نصوص واحكام ومتون ويلا قول اللي عندك وخلاص والموضوع كده انتهى. لا، خليك ذكي، تعرف تلقي النص على ارض الواقع امتى وازاي وفين ومع مين. دي مسألة مهمة جدا، لازم تكون ذكي. فأنت النهاردة في ناس تقدر تكلمهم بالدين، وفي ناس لا، الدين ما عندوش ملوش قيمة في قلب هذا الإنسان. إنما لما تعوز تكلمه وتناقشه لازم تكلمه بالواقع، يعني بالبلدي كده بالعقل. في إنسان عقلاني مهما تكلمه تقعد تقول له ده ربنا بيقول يقول لك مش مقتنع، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، يقول لك وأنا إيش عرفني الحديث ده صحيح، وهكذا. لكن لو جيت كلمته وقلت له طب ايه رايك بقى، انا هقول لك على حاجه بقى عقلانيه جميله جدا، ايه رايك ان احنا المفروض نعمل كذا وكذا، يقول لك يا سلام والله مقتنع، ايدي في ايدك. ده اللي حصل من الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه. كل الناس كلموا رئيس الجامعه ده ما يصحش وعيب وتقي ربنا ودول اخوات محجبات وليه تمنعهم، قال ما حدش فيهم يخش ودول مشوهين منظر الجامعه وصوره سيئه للمجتمع المصري والكلام ده كله. قال طيب، فبعته للشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه، فقال طيب هروح له. فراح له، دخل عليه طبعا الراجل ما قدرش طبعا ما يستقبلش الشيخ الشعراوي، اهلا وسهلا امامنا الفاضل وتفضل و وقعد معه. فالشيخ الشعراوي بفطنته الجميله قال له يعني ما شاء الله انا سمعت عن حضرتك خير كتير جدا، الله يبارك لك ويكرمك ويحفظك يا رب وينفع بيك ما شاء الله، وحتى لما جيت لقيت الوش ما شاء الله عليه نور، الله اكبر، ربنا يزيدك من فضله حبيبي و وكلمتين كده يعني فتح بيهم قلب الرجل. وبعدين في وسط ما بيتكلم معاه وهم قاعدين بقى بيشربوا كوبايه الشاي بيدردش مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه، فقال له انا سمعت حاجه كده، طبعا انا مش يعني انا مش مصدقها طبعا ولا يمكن اتوقع انها تخرج من رجل فاضل زي حضرتك، سمعت ان حضرتك مانع دخول البنات المحجبات للجامعه. قال له ده فعلا يا امامنا، انا فعلا مانع اي بنت محجبه تخش الجامعه. فقال له طب اقدر اعرف السبب ولا يكون في يعني تطفل مني؟ قال له ابدا يا امامنا، يعني البنت المحجبه اولا منظرها غير مرغوب، يعني انا شايف ان ده منظر سيء جدا جدا ولا يتناسب مع الحضاره والرقي والكلام ده كله، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان عايز اقول لك ان في عندنا بنات مش مسلمات، فلما البنت المسلمه بتخش بحجابها ده بتجرح مشاعر البنت غير المسلمه، واخد بالك؟ وقعد بقى قال له شويه حجج كده غريبه طبعا كلها يعني ايه يعني لقد نفذ رصيدك يعني. فالمهم فايه، فالشيخ الشعراوي قال له كلامك جميل بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قال له ايه هي؟ قال له طب حضرتك يعني ديت دار تعليم او دار تربيه وتعليم، لما انت منعت البنت المحجبه المختمره والمنتقبه من دخول الجامعه، في المقابل ليه اذنت للبنت اللي لابسه ستريتش ولابسه جيبه ولابسه لبس خليع، ليه اذنت لها تخش دار تعليم زي ديت؟ فقال له دي حريه شخصيه امامنا، يعني حضرتك انت عارف احنا في بلد ديمقراطيه ولابد ان احنا نقر الحريه الشخصيه ومبدا الحريه والديمقراطيه. قال له جميل قوي، حلو قوي.
انا معاك في الديمقراطيه والحاجات دي كلها، ويعني مقتنع طبعا ان احنا بلد ديمقراطيه، ولازم طبعا ان احنا نكون يعني ماشيين بالشكل الديمقراطي الجميل ده. يعني حضرتك تؤمن بمبدا الديمقراطيه والحريه الشخصيه؟ قال له طبعا، ده انا ارفع هذا الشعار، ولا بد ان انا يعني اكون رجل من الذين يعني بيؤمنوا بهذا المبدا يعني. قال له طيب جميل قوي، ايه رايك كلمه كده في سرك من مبدا بقى حبك للديمقراطيه والحريه الشخصيه، طب ما تيجي نعمل حاجه حلوه قوي. قال له ايه هي؟ قال له ندخل برضو البنات المحجبات من باب الديمقراطيه والحريه الشخصيه. قال له موافق. تخيل ناس قعدوا يذكروا بالله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل، لم يرضخ لولا كلمه لا من القران ولا من سنه. فلما الشيخ الشعراوي عرف مدخل الراجل ده، وهي دي المساله، من اين يؤكل الكتف، او من اين تؤكل الكتف. واخد بالك ان انت لازم تكون ذكي لما تيجي تتكلم مع انسان، لو وجدته دائما بيصد، ولما يسمع ايه قرانيه مش موافق، اسمع حديث يقول لك انا ايش يعرفني ان الحديث ده صحيح، لما تلاقي انسان بالمنظر ده لا تكلمه بالكتاب ولا بالسنه، انما كلمه بالعقل. فلما هو كلمه بالعقل رضخ لكلام الشيخ رحمه الله رحمة الله وسعه، ووافق في التو اللحظة، ومضى على قراره موافقة بدخول أي واحدة محجبة للجامعة. فعايز أقول يا جماعة، مثل هذه الأمور تحل بالحكمة، تحل بالحكمة. أنا مش من الحكمة أن النهاردة لما ألاقي واحد رئيس جامعة أو مدير أو كلية أو غير ذلك بيقول ممنوع دخول أي واحدة بالنقاب أو بالخمار، مش من الحكمة ان انا يعني اعمل معاه عداوات ومشاكل، لانه ممكن يعاند ويصر على رأيه، ويبقى المشكلة عادت كلها على اخواتنا في هذه الاماكن. لكن الحكمة ان احنا نجابي هذا الرجل بالحجة الشرعية. طب رفض يبقى بالعقل، طب رفض بقى خالص يبقى لنا الله سبحانه وتعالى، نلجأ للمولى عز وجل ان ربنا يلين قلب هذا الانسان. وبنقول لاخواتنا اللي يرفضوا يدخلوك بحجابك، ما تدخليش ما تدخليش لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوجد لك فرجا ومخرجا، وربنا يا رب العالمين يحفظكم من كل سوء. تعالوا بقى نبدا الدرس بتاعنا، عشان احنا خدنا وقت كبير قوي في الموضوع. طيب ما احنا كنا المره اللي فاتت معانا طبعا الاخت دينا ربنا يحفظها، احنا كنا المره اللي فاتت كنا سالنا سؤال وقلنا متى فتح بيت المقدس، فجت الاجابات، قلت طبعا هتبقى في جايزه لاول اجابه صحيحه هتيجي، فكانت اول اجابه صحيحه جات لنا من الاخت دينا محمد يسري، وهي معانا دلوقتي على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت دينا. أهلا بحضرتك. مبروك عليك. ربنا يحفظك يا رب. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. حاضر ماشي. وطي التلفزيون، ربنا يعزك يا رب. طبعا احنا قلنا الجايزه مجموعه كتب بتاعتي، من ضمنها كتاب رحله للدار الاخره اللي احنا بندرس منه سلسله رحله الى الدار الاخره. فالاخت دينا كانت اول اجابه صحيحه. طبعا في ناس قالوا فتح بيت المقدس كان سنه 15 هجريه، وفي ناس قالت 18، وناس 17، وفي واحد يعني كان ما شاء الله فقال 500 ما اعرفش كام، و80 ما شاء الله الدنيا فتحت معاه. فالاخت دينا كانت هي اول اجابه صحيحه تاتي. قلت سنه كام اخت دينا؟ 16 صح كده؟ 16 الهجره بالظبط كده، في عهد عمر بن الخطاب على يد ابي عبيده بن الجراح. ربنا يبارك فيك اختي دينا. انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك ان شاء الله حضرتك لو حبيتي تشرفيهم هنا في الاستوديو تاخدي المجموعه، حبيتي ما حبيتيش، وفي عند حضرتك اي حد ممكن يروح مكتبه الصفا في الازهر يستلم المجموعه من هناك، اذا كان قريب لحضرتك يروح يستلمها ان شاء الله. لو مع حضرتك قلم اكتبي او اسمعي الكلام ده في اعاده الحلقه. مكتبه الصفا في الازهر، أيوة. واحد ضرب الاتراك يعني ورا جامع الازهر على طول مباشره. تمام. واحد ضرب الاتراك، والتليفون بتاعهم من اليسار كده 25 ايوه 14 ايوه 79 ايوه 74 74 ان شاء الله قولوا لهم انا الفائزه، واستلم المجموعه من هناك ان شاء الله، سبع كتب او ينقصوا منهم كتاب ان شاء الله. والف مبروك عليك. انا كان نفسي اقابل حضرتك والله شخصيا يعني. ربنا يحفظك ان شاء الله، نلتقي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يبارك فيك يا اختي دينا. ربنا يخليك. انا طالبه من حضرتك بس الدعاء يعني لوالدي، عشان هو ربنا افتكره وهو ساب لي المكتبه اللي هي الدينيه دي اللي انا عرفت منها
ربنا يحفظك يا رب. طبعا احنا عايزين نقول حاجه، عايزين نقول يا اختي دينا لما حد بيموت يا رب يرحم والدك رحمه واسعه، قولوا امين اللهم امين. لكن لما حد بيموت يا جماعه ما بنقولش ربنا افتكر، لان ربنا ما كانش نازل حد، انما بنقول توفاه الله عز وجل. ربنا يا رب يرحم والدك رحمه واسعه ويسكنه الفردوس الاعلى، قولوا امين اللهم امين. تعالوا حبايب بقى نبدا النهارده بقى لقاء النهارده في عجاله سريعه كده عشان الوقت جري بينا شويه. الحقيقه احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه لو تفتكروا عن ان علامات الساعه الصغرى كام علامه يا جماعه؟ 60 علامة. ذكرنا منهم حقيقة مقدمة طويلة جدا جدا عن أشارات الساعة وعن الإيمان بعلامات الساعة وكلام ده كله. ثم ذكرنا علامتين اثنين في الحلقة الماضية، ذكرنا بعثة النبي، واستدلنا بالحديث اللي رواه مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. والحديث الثاني أو العلامة الثانية قلنا موت النبي، واستدلنا بحديث الحقيقة الحديث دوت جمع 6 علامات في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اعدد 6 بين يدي الساعة، يعني عد 6 حاجات بين يدي الساعة. خد بالك، أول حاجة قال موتي، وبعدين العلامة الثانية قال ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان أو موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، لسه طبعا هنشرح كل ده، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهم، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم اللي هم الأمريكان والأوروبيين، فيغدرون فيأتوكم تحت 80 غاية، أي تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يعني هيجيلكم بجيش قوام الجيش دوت 960,000 واحد. ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند العلامة الثالثة اللي هي فتح بيت المقدس، وهو ده اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه من النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا والله بحبكم في الله وأتمنى ان احنا نستوعب علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى أخويا وحبيبي اللي هترتب عليها تكاليف هتستفيد فيها شويه، انما اللي لا يترتب عليها لا تكاليف ولا عمل ولا اي حاجه هعديها بسرعه كده عشان نقدر نعدي 60 علامه، وبعد كده نبتدي نتكلم بقى عن يعني علامات الساعه الكبرى بقى وتفاصيل علامات الساعه الكبرى. وقبلها هنخش بقى نوقفه كده جميله في حلقه او حلقتين مع المهدي المنتظر وعلامات المهدي المنتظر وامتى هيظهر وهيظهر منين وايه العلامه المؤكده اللي تاكد لنا ان هو ده المهدي. لان خد بالك يعني لحد النهارده ظهر يجي حوالي 700 مهدي. انا عن نفسي اقسم بالله وانا بدي دروس في مسجد العزيز بالله اظن جاني حوالي 3 أو 4، كل واحد فيهم يقول لي هقول لك كلمه في ودنك سر بس مش عايز حد يسمعنا، اقول له اتفضل سرك في بير، يقول لي انا المهدي. اهلا حبيب قلبي، واخد بالك كده يعني فاهم ازاي؟ فيعني طبعا يعني في ناس كتيره جدا بتنام وتحلم فيعني مش عارف بقى بيعدي عليه ايه بالظبط كده، فبيصبح يلاقي نفس المهدي يعني واخد بالك. فطبعا في علامات كتيره ذكرت من علامات المهدي المنتظر عليه السلام او رضي الله عنه وارضاه. لكن في علامه مؤكده، علامه مؤكده، وهقول لك العلامه المؤكده ديت ايه. العلامه المؤكده اللي تاكد لك ان هو ده المهدي في علامه واحده، خليها بقى مفاجأة إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن المهدي. طيب العلامة الثالثة أخويا حبيبي من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري في الحديث اللي فات اقعدت 6 بين يدي الساعة الموت، وبعدين بعدها إيه؟ وذكر فتح بيت المقدس. الكلام ده كان إمتى يا جماعة؟ زي ما أختنا الفاضلة جاوبت، الكلام دوت كان سنة 16 هجرية، كان في عهد عمر بن الخطاب، وتم الفتح على يد أبي عبيدة ابن الجراح، وراح سيدنا عمر بن الخطاب عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس وأمن هؤلاء الناس جميعا على أموالهم وأنفسهم بل وعلى كنائسهم. وده تستغربوا عشان تعرف قد إيه الإسلام دين رحمة، قد إيه الناس اللي بتقول إن الإسلام انتشر بحد السيف وبالإرهاب، كل الكلام ده كذب في كذب. الإسلام لم ينتشر إلا بالرحمة وباللين وبالخلق وبالسماحة وبالتعامل الطيب وبالصدق والأمانة. ويعني لو قعدنا نتكلم عن الموضوع ده 100 سنة مش هنكفي الموضوع ده. فتح مرة أخرى بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي، وأسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة بالصلاح لتكون أهلا لمجيء صلاح، آمين يا رب العالمين. ولن يعود المسجد بالفعل إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا. وإحنا يمكن حكينا قبل كده قصة يعني فتح بيت المقدس قبل بقى سيدنا عمر الخطاب وقبل صلاح الدين الأيوبي. الكلام دوت كان بعد عهد موسى عليه السلام
على يد الغلام او الذي كان مع سيدنا موسى في رحلته الى الخضر اللي هو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون ده كان الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في رحلته للخضر. الغلام ده كبر بعد موت سيدنا موسى، اصبح الغلام ده نبي على بني اسرائيل واصبح حاكم على بني اسرائيل، يبقى اصبح هو الحاكم والنبي في بني اسرائيل. اخذ الجيل المتبقي ويقال اخذ الجيل الجديد كله وراح عشان يفتح بيت المقدس. كلام ده كان امتى حبايبي؟ كان في يوم الجمعة ورايح عشان يفتح بيت المقدس، وكان في ناس عمالقة قاعدين طبعا في بيت المقدس محتلينه من زمن طويل جدا. فلما دخل يوشع بن نون فضلوا يقاتلوا هؤلاء العماليق لحد ما وصل الامر ان تضيفت الشمس للغروب، الشمس اوشكت على الغروب. في الوقت دوت يوشع بن نون عليه السلام راح ناظر الى الشمس وشوف في اخي بقى حسن التوكل والثقه في الله سبحانه وتعالى. قال: ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس، يا رب الشمس ما تغرب عشان نقدر نقاتل. طب ليه يا اخويا وحبيبي وطلب ان الشمس ما تغربش؟ لسببين. السبب الاولاني ان هو لو غربت الشمس والدنيا بقت ليل مش هيقدروا يقاتلوا، فبالتالي هيقفوا ويسكتوا. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، ان هم كان في شريعتهم لا يفعلون اي شيء في يوم السبت، والكلام ده كان يوم الجمعة. يعني لو اغربت الشمس وطلع عليهم صبح السبت، لو جم حتى الناس يضربوهم هم ما بيعملوش حاجة في يوم السبت، فكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. الشاهد في الموضوع ان سيدنا يوشع قال: اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس لمدة يومين متتاليين لم تغرب ابدا، وفتح بيت المقدس في عهد يوشع ابن نون عليه السلام. وورد في ذلك حديث صحيح رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع ابن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. يبقى فتح بيت المقدس في عام 16 هجري. طيب العلامة الرابعة من علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس. ايه طاعون عمواس ده يا جماعة؟ طاعون عمواس، عمواس دي اصلا فين؟ عمواس دي مدينة في فلسطين انتشر فيها او بدأ الطاعون يظهر في عمواس ثم انتشر في بلاد الشام. كان امتى طاعون عمواس دوت؟ كان بعد فتح بيت المقدس بسنتين. واحنا قلنا فتح بيت المقدس كان سنة كام حبايبي؟ كان سنة 16 هجرية. يبقى طاعون عمواس كان امتى؟ كان سنة 18 هجرية. خد بالك من حاجة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقعدوا ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتان أو موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. القعاص هو داء بيصيب الدواب فتموت فجأة، واخد بالك؟ كان زي ما قلت كان الكلام ده كان في عهد عمر الخطاب. كم واحد مات في الطاعون دوت يا جماعه؟ حد عارف؟ 25,000 واحد من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خمسه وبعض طبعا الناس اللي غير الصحابه وبعض الناس من التابعين. 25,000 واحد ماتوا في طاعون عمواس، كان من بينهم أبو عبيدة ابن الجراح. قال ابن حجر رحمه الله رحمه الله: كان طاعون عمواس في خلافة عمر سنة 18 هجرية بعد فتح بيت المقدس. خد بالك بقى، 25,000 واحد ماتوا في طاعون عمواس، ورغم ذلك كان الصحابة كان عندهم توكل ويقين وثقة في الله، وكان عندهم رضا بقضاء الله. غريب جدا، احنا النهاردة حالات فردية ظهرت في بعض بلاد المسلمين من حالات انفلونزا الخنزير او الخنازير، وهو يعني زي ما بيقولوا كده يعني فيروس ضعيف جدا جدا، يعني لو ظهر بتاعت اسبوسيد كده ولا باي حاجه ولا بنادول ولا كده كل المساله هتروق. ورغم ذلك الناس عايشه في رعب غريب جدا، لدرجه ان ناس كتيره امتنعت عن الخروج للعمره وسيمتنع اخرون عن الخروج للحج خوفا من انفلونزا الخنازير. وانا حتى لما سألونا أنا بدي الدرس بتاع العمرة قالوا لي: طب يا شيخ أنت مش خايف تروح تعمل عمرة وهناك انتشر إنفلونزا الخنازير؟ قلت لهم: يا سلام، فبها ونعمة عين، أنا رايح بتمنى السلامة طبعا، أتمنى أن أرجع عشان أشوف دعوتي، لكن لو مت هناك في الحرم يا سلام، أدفن في مكة ولا في المدينة يعني فبها ونعمة عين، وأتمنى أموت في المدينة وأدفن في المدينة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة. الله أكبر، ربنا يا رب اللهم ارزقنا موتا ودفنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من حاجة، وأول ما تقوم الساعة يوم القيامة تقوم أول من يقوم من قبر أو من يخرج من قبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله دفناء البقيع اللي هم في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلامة الخامسة من علامات الساعة الصغرى استفاضة المال.
استفاضة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. ده رواية البخاري. في رواية تانية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. واحد يقول لي الله حلوة العلامة دي أوي، جميلة أوي إن المال يكتر كده والدنيا تبقى يعني نغنغة، يا سلام يا رب عجل بالعلامة دي يا رب، دي أحلى علامة. واخد بالك؟ ان شاء الله ربنا يوسع المسلمين جميعا يا رب العالمين ويكرمكم جميعا يا رب بالمال الحلال. حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه. الكلام ده وقع، حصل الكلام ده، يعني استفاضه المال بالشكل الكبير ده لدرجه انت تروح وتقدم صدقتك بالذهب للناس عشان ياخدوها ما ياخدوهاش. الكلام ده حصل. حصل حصل امتى؟ حصل لما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وتقاسموا كنوز كسرى وقيصر. طبعا حصل، طبعا كان في يعني استفاضة في المال عجيبة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. المرة الثانية حصلت في عهد امير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. عمر ابن عبد العزيز حكم الامة الاسلامية قد ايه يا جماعة؟ 2 سنين و5 شهور و5 ايام. 2 سنين و5 شهور و5 ايام عمر بن عبد العزيز من اول لحظه دعا المسلمين جميعا للانفاق ولدفع زكاه المال والصدقات. استجاب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. لما استجابوا يا جماعه ايه اللي حصل؟ تجمعت الاموال في بيت مال المسلمين لدرجه اخويا وحبيبي من كتر المال اللي كان متجمع بيت مال المسلمين ما كانش بيتقفل، الباب بتاعه ما بيتقفلش، فكانت الاموال مرصوصه قدام بيت مال المسلمين في الشارع يعني. لكن الدنيا امان يعني، انت عارف يعني عهدهم غير عهدنا يعني. يعني سيدنا ابو هريره مثلا لما بيحكي بيقول لك: كان الواحد منا اذا اراد ان يتصدق ياتي بمنديل، واخد بالك، يروح حاطط عليه الصدقه بتاعته مثلا 50 دينار، يوم حاطط ال 50 دينار ويعطرهم. خد بالك امنا عائشه بتقول: كنا نعطر الصدقه. ليه يا امنا؟ قالت: لانها تقع بين يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير. فكانوا يجيبوا المنديل كده ويعطروا الصدقه ويحطوه على المناديل، ويجيبوا المنديل ده اخويا وحبيبي ويقوموا حاطينه ايه على جنب الطريق كده. وبعدين الناس معديه بقى، الفقراء عارفين الاماكن اللي بتتحط فيها الصدقات فيعدوا: انا محتاج النهارده كام؟ محتاج دينارين عشان هاكل انا وزوجتي واولادي، ربنا يبارك فيهم. يقوم واخد دينارين ويسيبهم ويمشي، واخد بالك، يسيب الباقي يعني ويمشي. يجي اللي بعده: لا والله محتاج 4 دنانير، اصلا قاعد انا وزوجتي واولادي وحماي وحماتي وكده يعني، وعازم العيله، فياخد 4 دنانير. وهكذا كل واحد ياخد حاجته ويمشي ويسيب الباقي. طبعا النهارده لو المنديل ده اتحط حبيب قلبي اللي سبق كان النبأ، اول واحد واخر واحد، مفيش حد بعده، واخد بالك. وممكن يكون كمان يعني راكب عربيه شبح ينزل ياخد المنديل يقول لك بركه يا اخي، يعني سبحان الله ربنا يبارك. فالشاهد في الموضوع ان كانت الدنيا امان. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه فاضل ماله في عهده، فنادى على الناس، كان بيحكم 26 دوله، راح منادي على الولاه بقى او الناس اللي تابعه، قال: كل واحد فيكم يبعث من ينادي في 26 دوله على الفقراء واليتامى والمساكين، ادوا الناس بقى وشبعوهم وكده يعني. قالوا طيب. راحوا في كل المساجد، نادوا بقى في الميكرو في البتاع ده، على راس على اسطح المساجد: اين الفقراء؟ اين اليتامى؟ اين المساكين؟ من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. فما فيش ولا واحد راح في 26 دوله ورجعت الاموال كامله الى بيت مال المسلمين. فعمر بن عبد العزيز استغرب، قال: ايه، اما ناديتم؟ قالوا: نادينا يا امير المؤمنين، فعادت المال، فعاد المال كما هو. فقال: سبحان الله، ولماذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الأمة كلها. قال لهم: طيب، ما دام الناس عندهم عفة مش عايزين مال، بس أكيد ممكن يكون عليهم ديون، بس هم يعني مكسوفين، طب نادوا من كان عليه دين فسداد ديني من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين، من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزوجوهم من بيت مال المسلمين. طبعا كل الشباب كانوا يتمنوا يعيشوا في العهد ده يتجوزوا ببلاش يعني، واخد بالك، فجوز الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. قال: من أراد أن يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الناس اللي ما حجوش من بيت مال المسلمين. قال: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. حتى الطيور كان لها قدر وقيمة ومكانة في عهد المسلمين. مش النهاردة أي من حارب واحدة لابسة نقاب واحدة لابسة حجاب، وأي من يا أخي العزيز، ده الطيور كان لها قدر ومكانة في عز هؤلاء الأطهار الأشراف بفضل الله. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن امرأة هتخش النار بسبب قطة حبستها،
حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي المقابل امرأة تتاجر بعرضها، امرأة تتاجر بعرضها يوم القيامة تخش الجنة بسبب إيه؟ إنها سقط كلبا، سقط كلبا. فأنت لما تكرم أخت طاهرة وتكرم أخ فاضل وتكرم طفل يتيم، ربنا يبارك فيكم. عايزين نبقى مجتمع متحاب كده، مش عايزين التناحر بين أفراد المجتمع. يا رب ألف بين قلوب الناس، يا رب واصلح أحوال المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. الشاهد في الموضوع قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا فاضل مال يا امير المؤمنين؟ قال لهم ما تبقى من المال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يا الله، فقراء اهل الكتاب؟ اي نعم، تصدقوا على فقراء اهل الكتاب. يعني فقراء اهل الكتاب كانوا ينعمون في عهد المسلمين في نعيم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. طيب انت كده بقى قلت لنا بقى ان الموضوع حصل في عهد الصحابة وفي عهد عمر بن عبد العزيز، يعني ما فيش امل انه يحصل بعد كده. في امل ان شاء الله يحصل بعد كده. امتى؟ عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى. هو سيدنا عيسى بن مريم هينزل تاني؟ اي نعم، وده هنيجي بقى فيه لما نتكلم عن علامات الساعة الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم، بقالك 10 دقايق ما صليتش عليه، صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا. إيه ده، مش هينزل كنبي؟ لا، هينزل كحاكم من حكام أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم كحاكم مسلم، واخد بالك، حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. خد بالك من لفظه، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يبقى استفاضة المال حصل في عهد الصحابة عندما فتحوا بلاد فارس وبلاد، ويعني انتصروا على الفارس والروم. المرة الثانية كان في عهد عمر بن عبد العزيز. المرة الثالثة يقين إن شاء الله ستكون عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العلامة السادسة اللي وردت في الحديث: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. طبعا النبي لم يوضح هذه الفتنة، يعني خد بالك احنا لسه هنتكلم برضو عن فتن تانية، في فتنة تانية دي من علامات الساعة الصغرى، وفتنة كبيرة جدا هنتكلم عنها بقى، فتن الشبهات والشهوات إلى غير ذلك. لكن الفتنة دي لم يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم طبعا اجتهدوا، قال لك الفتنة دي دخول بقى الفضائيات بقى والفتن والعري ومش عارف ايه، وكان ما نقدرش نجزم فتنة مش عارف دخول كذا، وما نقدرش نفتن، ما نقدرش نفتي، وما نقدرش نقول الفتنة دي كانت ايه. لكن احنا بنؤمن بان في فتنة ستدخل كل بيت من بيوت المسلمين، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. ايه هي الفتنة دي؟ الله اعلم بمراد النبي، حتى لا نفتي في مسألة لا نعلم شيئا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 من ضمن علامات الساعة الصغرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة بين المسلمين. خد بالك، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. مين بني الأصفر يا جماعة؟ بني الأصفر دولت الروم. طب مين هم الروم؟ اللي هم الأمريكان والأوروبيين. أظن واضح جدا، صدقت يا رسول الله، وإحنا مش محتاجين إن إحنا نشوف بقى حاجات حصلت موافقة لكلام النبي عشان نصدق إن النبي هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. سواء جت العلامات دي أو ما جتش العلامات دي، هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول ان في هدنة هتحصل ما بيننا وما بين الامريكان والاوروبيين. هو ده اللي حصل، حصل فعلا الان في هدنة، وفي يعني انت شوف بقى يعني كم من السنوات مرت وليس بين المسلمين حرب، بيننا ولا بين امريكا ولا بين اوروبا، انجلترا وفرنسا والبلاد دي كلها ما فيش اي حاجة، ولله الحمد ما بنتمناش طبعا الحروب والحاجات ديت. لكن بقول كم من السنوات مرت والان في هدنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في مشكلة، ايه هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، خد بالك، فيغدرون، يعني الغدر أصلا في طبعهم، فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية كما قلنا هي الراية التي ترفع مع الجيش، خد بالك، فيغدرون فيأتوكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. طيب الرواية الثانية بقى توضح الحديث ده أكتر من الحديث ده نفسه. الرواية الثانية عند أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، خد بالك، فتغزون أنتم وهم، يعني إحنا مع الروم نصالح الروم صلحا آمنا، ونوم حاطين إيدينا في إيدين الروم. طبعا ده لسه ما حصلش، خدوا بالكم، بس هيحصل، خدوا بالكم وركزوا معايا، دي الملحمة الكبرى
الملحمة الكبرى اللي الناس تكلموا عنها، وبعضهم خد الاسم من كتب أهل الكتاب وسماها هرمجدون أو هرمجدون. كان طبعا احنا ما لناش دعوة بكلام بتاع كتب أهل الكتاب، لكن احنا لينا علاقة بكلمة الملحمة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يحصل يا جماعة، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ما فيش أي مشاكل بينكم وبين الروم، فتغزون أنتم وهم، يعني هنتصافى مع بعض لدرجة ان احنا نحط ايدنا في ايد الروم. يعني هيحصل ان احنا نحط ايدنا في ايد الامريكان والاوروبيين، وهنحط ايدنا مع بعض وهنتحد وهنقاتل جهة من قبل المشرق. ايه الجهة دي؟ الله اعلم. هل النبي قال المكان او البلد او حدد؟ مش عايزين نجتهد ونقعد بقى ده ناس يقولك مش عارف بلد ايه والناس يقولوا ما أنا مش محتاجين احنا نقول. احنا بنقول النبي عليه السلام قال ان احنا هنقاتل عدو، احنا ومين؟ احنا والروم. فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، خد بالك، فتنصرون، هتنتصروا انتم والروم على الناس دولت، وتغنمون وتسلمون، هننتصر ويبقى معانا غنائم وهنرجع كمان بالسلامة، واضح كده؟ ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. اظن انا بحاول اشرح ببساطه شديده عشان امهات اللي قاعدين قدامي يفهموني كويس جدا، وابائي ربنا يحفظكم جميعا. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ايه مرج ذي تلول؟ يعني مكان فيه ميه كتيره جدا وخضره كتيره و الى غير ذلك. فيرفع رجل بعد ما انتصرنا احنا واهل الروم، اهل الروم نصارى واحنا مسلمين، هنحط ايدينا في ايديهم وهنقاتل جهة بلد تانية خالص. فبعد ما ننتصر عليهم ونغنم ونرجع، اللي يحصل واحد من الروم هيرفع ايديه كده او يرفع راية ويقول ايه؟ لقد انتصر الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيقتل هذا الرجل النصراني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لما يحصل بقى قتل في رجل واحد نصراني، فتغدر الروم وتجمع للملحمة. لفظ الحديث، ما نشدع بقى بهرمجدون وهرمجدون وكلام ده كله، وتجمع للملحمة. فيأتونكم، ركز معايا، فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يعني كم واحد يا جماعة؟ 960,000 رجل من هؤلاء من الروم سيقاتلوا المسلمين في هذه الأرض. يقال طبعا إن هي أرض الشام، وعلى وجه الخصوص يقال إن هي بالقرب من بيت المقدس. أرض المقدس دي أرض مباركة، يعني تكون فيها أكبر كم من الشهداء في الكون ده كله، تكون في هذه الأرض المباركة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا يا رب العالمين. حقيقة يعني محتاجين نطلع فاصل قصير، فهنطلع فاصل، ولكن بعد ما أقول كلمة بس صغيرة، إيه هي؟ إن يا جماعة 960,000 دول اللي هيقاتل المسلمين، أغلبهم هيتقتلوا في الملحمة دي. لما نيجي بقى نفصل بعد كده في الملحمة، أغلبهم هيتقتلوا لدرجة إن هتبقى المنطقة بركة دم. طب ليه هتبقى بركة دم؟ هي المية الرملة ما بتشربش الدم؟ لأ، الرملة تشرب المية، تشرب أي سائل تحطه، أما الدماء فتتجلد بمجرد ما بتنزل وبتعمل طبقة على الأرض، فلا يمكن الدماء تشرب الدم أبدا أبدا، واسألوا أي حد، واخد بالك؟ فتجتمع الدماء لحد ما الخيول كما وصفها، الخيول تمشي في هذه الدماء لحد الركب، تلاقي الخيول ماشية بتخوض في الدماء لحد ما الطير يمشي ويسير فوق هؤلاء القتلى، فيموت الطير قبل أن يصل إلى آخرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الملحمة التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف العلامة اللي جاية، وهي علامة خطيرة جدا جدا من أخطر العلامات، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في 1,000,000,000 مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. حقيقة والله يعني أنا بس عشان موضوع يعني رحلة الدار الأخيرة موضوع مهم جدا، فأنا بخشى أن أنا أقطعه بالرسائل، لكن والله الذي لا إله غيره، كل رسائل اس ام اس اللي وصلتني منكم جزاكم الله خيرا. طبعا الناس كتير اللي دعوا البنت حبيبة أن ربنا يشفيها، ورسائل اللي طالب مني الدعاء والله سأخصه بالاسم بالدعاء
مش مهم على الشاشه لكن في الثلث الاخير من الليل، وان شاء الله هدعي له كلهم بالاسم ان شاء الله. واي حد يبعت لي دعاء والله الذي لا اله غيره هخصه بالاسم وهعلم على كل ورقه وهجمعهم كلهم، وفي الثلث الاخير هدعي لهم كلهم. ربنا يا رب يبارك فيكم. انا بس عشان وقت الحلقه ضيق معلش، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى. حقيقه اخطر علامه تقريبا او من اخطر العلامات اللي موجوده واللي احنا عايزين بقى نتكلم عنها النهارده برضو، علامه ظهور الفتن. علامه ظهور الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في اكثر من حديث، لكن عايزين نقول الاول عايزين نعرف ايه هي احاديث الفتن، وايه هي الفتن اصلا، وكيف النجاه من الفتن، كيف ننجو من الفتن، ازاي نحن ننجو من الفتن ديت. مساله مهمه جدا يا جماعه، الفتن كترت قوي 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 زياده عن اللزوم، لدرجه الانسان فعلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القابض على دينه في الزمن ده فعلا كالقابض على الجمر. ولذلك ما فيش حاجه ببلاش يا جماعه، كله باجره، كله باجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سياتي على الناس أو سيأتي على الناس سنوات القابض فيها على دينك كالقابض على الجمر. وبعدين يعني إن من ورائكم زمان صبر، ده حديث تاني، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قال الصحابة منا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فعشان كده أخويا وحبيبي عايز أقول لك إن الفتن اللي إحنا عايشين فيها ديت وإن كانت صعبة على النفس، لكن أنت مأجور، مأجور بإنك أنت مش تتعرض للفتن. أوعى تعرض نفسك للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم كما في الحديث اللي في المسند بسند صحيح قال عن الفتن وعن باب الفتن، قال لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. لو فتحت باب الفتن هتخش، ولو دخلت الله أعلم باللي ممكن يحصل لك. يا ما ناس يا جماعة قعدوا يقولوا بنفسهم، قالوا لا انا ما يهمنيش، انا يعني سبحان الله يعني، وانا هتاثر يعني بنظره الواحده، انا والله الفتن دي ما تاثرش فيها خالص، وراح واتفرج وعمل وفتح افلام ومسلسلات واغاني وكليبات حتى ما لقى نفسه مره واحده فتنه يرقق بعضها لبعض، ولقى نفسه انزلق في دايره الشهوات وال يعني ربنا عارفين عافيكم والفواحش، يعني ربنا يسلم يا رب العالمين. تبدا فتنه زي فتنه المخدرات، تبدا بسجاره، ثم بعد السجارة يعني يبتدي يعب السجارة يحشيها، وبعد ما يحشي السجارة طب يخليها على ربنا عافينا فيكم على شيشة، وبعدين شويتين يشمله شمة، وبعدين شويتين وهكذا لحد ما ياخد حقن ويعمل ضياع. كله خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان عمره أخويا حبيبي عمره ما يجي يقول لك مرة واحدة ليه ما تزنيش، إنما يجي يقول لك إيه وليه ما تبصش، يعني فيها إيه يا أخي، انظر لهذه الفتاة الجميلة اللي معدية وتأمل في بديع خلق الله، أقول سبحان الله سبحان الملك. واخد بالك؟ آه مش في ناس بتقول كده، يقول لك يا أخي أنا حينما أنظر أتأمل في بديع خلق الله، يعني هو خلق الله وجمال وبديع خلق الله، يعني خلاص خلص من الكون ده كله ولا ما يبقى إلا في المرأة. لا أخويا حبيبي ده تلبيس إبليس، إنما أنت تنظر إلى السماوات والأرض والأنهار والأشجار وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى تدل على أنه الواحد جل جلاله. فإذا الفتن جمع فتنة. الفتنة يعني الفتنة هي الابتلاء أو الاختبار. قال جل في علا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال جل في علا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خد بالك بقى حديث خطير قوي، قال بادروا بالأعمال فتنا، يعني الفتن اللي موجودة دي بادروها وحاولوا أن أنتم تواجهوها بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تكون وقاية لكم وطوق نجاة في هذه الحياة من هذه إيه؟ من هذه الفتن. كل ما تكتر عمل صالح كل ما تقدر أن أنت تثبت قدام الفتن دي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثباتك بإيمانه بإيمانك. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان سقانه أدق من يعني دقيقة جدا جدا، وكان جسمه نحيف جدا، ولكن إيمانه أثقل من الجبال، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، لما طلع ابن مسعود يجيب له السواك والصحابة ضحكوا عشان دقة ساقيه، فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا الرجل
يقدر يقف قدام فتن الدنيا كلها. ليه؟ إيمان كالجبال، إيمان كالجبال. كل لما تثبت أخويا وحبيبي، وكل لما تزود من الطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل لما تزود قلبك وتسقيه وتغرس فيه بفضل الله الطاعة والصبر والرضا واليقين والتوكل والتوبة والإنابة والخوف والرجاء والخشية والحب، اقعد تغرس بقى وتغذى قلبك. كل ما القلب ده بفضل الله يوم ما يقف قدام فتنة يثبت، يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا كم من الصحابة تعرضوا لفتن لا تخطر على قلب بشر، منهم عبد الله بن حذافة السهمي اللي لما أخذه ملك الروم عرض عليه أن يديله نص الملك، قال له أشاطرك ملكي على أن تتنصر، قال هيهات هيهات، قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، أنا أديك الملك كله، قال له برضو لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عيني ما فعلت. خدت بالك؟ بدأ يحس ان هو ممكن يفتن بحاجة تانية. قال ايه؟ قال طب خلاص، هو دلوقتي الشاب عنده حاجة و30 سنة وسايب زوجته بقاله 4 شهور وقد يكون عنده حنين لزوجته، طيب دخلوا عليه في الزنزانة ملكة جمال الروم وقولوا لها انها تمكنه من ان يفعل بها الفحشة، ربنا يعافينا يا رب. فالمهم دخلت عليه الفتاة قد تجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في أحضانه وهو يرمي نفسه بعيدا ويقول معاذ الله معاذ الله، حتى ما يأست المرأة منه ونقلت الأخبار واقفين ورا الباب مستنين أنهم ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من الصحابة. فأول ما خرجت قالوا ها ماذا صنع؟ قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. خدت بالك؟ يبقى إذن رجل ما شاء الله إيمان في قلبه يخليه يثبت أمام كل الفتن، لدرجة إن جوعوه 3 أيام وحطوا معاه في الزنزانة لحم خنزير وخمر، وفتحوا عليه بعد 3 أيام قالوا أكيد كل، فلما فتحوا وجدوه قد انثنى عنقه وكاد أن يموت ولم يأكل ولم يشرب. قالوا له ما الذي حملك على هذا؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الحالة أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الله أكبر، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. رسالة الأخت المنتقبة، اثبتي على النقاب ربنا يبارك فيك، لأنك لو خلعت علشان تخش جامعة أو تخش وظيفة حكومية فيعني شوفي، فأنت كده بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. فالشاهد في الموضوع كلما الإنسان يزداد إيمان كلما يزداد ثبات أمام الفتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب نجيني وإياكم يا رب من الفتن، احنا مش حمل الفتن، ربنا يثبتنا بالإيمان يا رب أمام الفتن الفظيعة. وسبحان الله ربنا يكرمكم يا رب، وانتوا ايه اللي مقعدكم قدامي دلوقتي يا جماعة عشان تسمعوا درس في الدين؟ ربنا يبارك فيكم، ما الفتن قدامكم، ما الريموت في ايدك تقدر تحول وتتفرج على قناة أغاني ولا قناة أفلام ولا تتفرج على عياذا بالله فيلم إباحي، لكنك قاعد لأنك بتحب ربنا ولأن الإيمان في قلبك بفضل الله خلى عندك يقين في إن ما عند الله خير وأبقى سبحانه وتعالى، وإن جلسة زي كده لا تعوض لا توازيها الدنيا بما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت قاعد وبتسمعني وصابر وقاعد تسمعني، وربنا يكرمك ويأجرك ويأجرك يا رب العالمين علشان نقدر في النهاية ناخد بإيدين بعض الجنة الرحمن سبحانه وتعالى. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل، والله أخطر حديث تقرأه في عمرك، يصبح الرجل مؤمنا وبالليل ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه يا رسول الله؟ قال يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل، والدنيا كلها قليل في قليل. تخيل واحد صبح كان رجل مؤمن جدا، كان بيصلي معاك الفجر، جيت في صلاة الظهر ما لقيتوش، العصر مش موجود، مغرب عشاء ما جاش، راح فين؟ قالوا لك ده قاعد على الشات بيحب واحدة وبتحب فيه بقالهم 5 ساعات دلوقتي، فتن دخل قال نجرب بس النت ونشوف أحواله إيه وأخباره إيه والدنيا في إيه، دخلت فتن. يصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كان معزوم عند واحد صاحبه، قال له تعالى بس متع نظرك، وقعدوا اتفرجوا على فيلم إباحي، عياذا بالله وصل به الأمر للفعل الفاحشة وترك الصلاة وترك العبادة ويأس من نفسه. ما يعني احنا بنقول حتى اللي وصل للمرحلة ديت ما يأس ولا يقنط من رحمة ربنا، احنا بنفتح باب الأمل يا جماعة، وقبل ما نفتح ده ربنا اللي فتح باب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا،
إنه هو الغفور الرحيم. يعني لما توب يا شيخ إن شاء الله ربنا يقبلني، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حديث ثاني، رواية للحديث اللي فات عند أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. خد بالك بقى، راح ذكر لك هنا العلاج، هناك ذكر ان الرجل هيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لكن هنا بيذكر لك العلاج. صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ القاعد فيها خير من القائم. بيكون في زمن الفتن دي على قد ما تقدر ابعد عن الفتن. بمعنى انا دلوقتي بروح شغلي مثلا من 8 الصبح لاتنين، لو ما انتش محتاج اخويا حبيبي تخرج من بيتك بعد كده لصلة رحم او لمصلحة شغل او لأي مصلحة، بلاش تخرج. ليه؟ لانك لو بتخرج عشان تتمشى بس في الشوارع، عقبال ما توصل من شارع لشارع تاني هتكون عينيك وقعت على 300-400 واحدة ماشيين بالاسترتشات والبضيهات وعاملة شعرها في الخلاط، وانت عارف يعني الباقي. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فكسروا قصيكم. عارف القوس اللي بيتحط فيه السهم؟ قال قصروها، عشان ما حتى لو في قتال ولا في زمن الفتن، ابعد عن القتال في زمن الفتن. وقطعوا اوتاركم، طبعا مش مقصود به قتال مثلا زي قتال اليهود، لا، قتال اليهود روح اقتلوهم، ربنا يا رب يخلصنا منهم، لكن المقصود القتال والفتن بين المسلمين. وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإذا دخل على أحدكم في زمن الفتن فليكن كخير ابني آدم. في زمن الفتن اللي بين المسلمين، وأنا بوضح وبركز، الفتن اللي بين المسلمين، كن كخير ابني آدم. اللي هو مين؟ اللي هو هابيل. هابيل لما قابيل حب أنه يقتله، وبالك قال ابن عباس: وكان هابيل أقوى من قابيل. يعني هابيل اللي اتقتل كان أقوى من قابيل، وكان يقدر يقتل أبيل، لكن قال ليه؟ قال له: لئن بسطت يدي اليك يدي لئن بسطت يدك الي لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. اللي منعه ايه؟ خوفه من ربنا. ودايما كده المؤمن، ده حال المؤمن دايما، ان خوفه من ربنا دايما يحجزه عن فعل اي معصيه، وعلى ان يتجرع على محارم الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح في حديث كثيرة جدا جدا: عينان لا تمسهما النار أبدا، عينا بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإذا الخوف والخشية من ربنا سبحانه وتعالى لها أجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث يعني ثالث عن موضوع الفتن، حديث رواه مسلم، قال أبو زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر. خد بالك بقى الحديث ده لما تقعد تسمعه دلوقتي هتستغرب جدا. بيقول ان النبي صلى بنا الفجر ثم خطب في الناس. قعد يخطب قد ايه يا جماعه؟ بالله عليكم ركزوا في الحته دي. النبي قعد يخطب قد ايه؟ النبي كان بيتكلم في الخطبه دي عن الفتن التي ستقوم منذ عهد النبوه والى ان تقوم الساعه، والى ان يرث الله الارض ومن عليها. قعد يخطب قد ايه النبي وهو بيوصف الفتن؟ بس الفتن اللي احنا هنتكلم عنها في ربع ساعه ولا بتاع، النبي قعد يوصف فيها من امتى؟ قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام يخطب في الناس، ثم ظل يخطب حتى صلاه الظهر. من الفجر للظهر النبي بيخطب. ثم نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطب حتى المغرب، ثم نزل فصلى المغرب، ثم قام فخطب حتى صلاة العشاء، وفي رواية أنه خطب حتى غروب الشمس. فأخبرنا النبي بما هو كائن إلى يوم القيامة، يقول: فأعلمنا أحفظنا. اكتر واحد فينا بقى عنده فكره وعنده علم بالاشياء اللي هتحدث والفتن التي ستكون الى قيام الساعه، هو اللي قدر يحفظ اكبر قدر من الكلام اللي النبي قاله. طب يا ترى في حد كان بيحفظ الكلام ده؟ هو اكتر واحد حفظ هو سيدنا حذيفه بن اليمان، ولذلك يقال ان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هو
أعلم الصحابة بالفتن إلى قيام الساعة، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان يعوذ يسأل عن أي حاجة في الفتن كان لا يسأل إلا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعا. حديث ثالث وأخير أو رابع وأخير في موضوع الفتن، حديث عجيب قوي. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول نادى عبد الله بن عمرو بن العاص هو البير، والحديث بيقول نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. العبارة دي بتلفت الأنظار، يعني كأن النبي بيقول اجتمعوا أيها المسلمون لأن في أمر خطير جدا عايز أقوله لكم. ثم قال النبي، وهقرأ لك رواية نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه مسلم وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم. ما فيش نبي بعدي إلا كان حق عليه إنه لازم يعلم أمته الخير اللي إيه اللي هيعلمه لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، يعني يدلهم على الخير ويحذرهم من إيه من الشر. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. يا الله، شفت بقى، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه السلام بيقول بيوضح إن جعلت العافية الكاملة في أوائل هذه الأمة، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد. يا رب سلم سلم يا رب. بيقول هيصيب آخر هذه الأمة اللي احنا عايشين في زمانها دي دلوقتي بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن. وتجيء ايه؟ فتن. احنا لسه بنتكلم عن الفتن وهنوضح ايه الفتن طبعا. وتجيء الفتن فيرفق بعضها بعضا، وفي قراءة فيرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة بتمهد للي بعدها، الفتنة دي جاية بتمهد للفتنة اللي جاية بعدها. خد بالك، لان لو جت الفتنه الكبرى مره واحده الانسان هينكر، يعني عياذا بالله لو ان واحد قال له واحد عياذا بالله تعالى نفعل الفاحشه هينكر، ايه الفاحشه دي؟ انما لو قال له بص الصوره الحلوه دي، صوره جميله، صوره طفله جميله ما شاء الله عندها حوالي 15 سنه، هي مش طفله طبعا، واخد بالك؟ طب بص بقى الصوره الثانيه دي، بقى دي واحده ممثله كانت مشهوره جدا وحصلت على جائزه كذا في مثلا في مهرجان مش عارف ايه، ويبص عليها مرة في الثانية في الثالثة، طب ايه رايك بقى تعالى نتفرج على حلقة من المسلسل ده، طب ايه رايك ده في مسرحية خطيرة جدا، ده في فيلم بقى لو شفنا شفتوش هيفوتك نص عمرك. واحدة واحدة لحد ما يوصلوا في النهاية إلى إنه عياذا بالله ثارت شهوته، عايز يفرغ شهوته في الحرام عياذا بالله. فالنبي بيخبر إن الفتن كل فتنة بتمهد للي للي بعدها. قال وتجيء الفتنة، خد بالك كل شوية تيجي فتنة، فيقول المؤمن، ده المؤمن بقى اللي هو ما شاء الله عنده إيمان عالي، يقول هذه مهلكتي، الفتنة دي هي اللي هتضيعني. ثم تنكشف، ربنا يقدر أن الفتنة دي تنكشف، ثم تجيء الفتنة فتنة تانية، فيقول المؤمن هذه هي دي بقى اللي هتضيعني، هي دي اللي هتقضي على الأقدر واليابس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى موضح إن أنت عايز تنجو من الفتنة دي بقى، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، خد بالك بقى هو ده الحل، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. احنا بندرسه ده الإيمان بالله واليوم الآخر، ان احنا مش غاويين نوجع قلوب الناس يا حبيبي، احنا بس عايزين نعرف الناس ان في آخر يا جماعة، اللي بيظلم يرحم نفسه، مش بقول يرحم المظلوم، ما هو المظلوم ده هيترحم في الآخرة، لو ما ترحمش في الدنيا هيترحم في الآخرة وهياخد حقه تالت ومتلت. ارحم نفسك انت، لأن ربنا قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن ربنا سبحانه وتعالى بلسان الحال بيقول اللي بيظلم ده هوريه، هتشوف هيتعمل فيك ايه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإبهام العقوبة يدل على شناعة العقوبة. لما ربنا تكلم عن الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولم يوضح، ولما تكلم عن الصيام قال الصوم لي وأنا أجزي به ولم يوضح ليه، لأن الأجر عظيم جدا جدا. كذلك في العقوبات لما جيت تكلم عن الظلم قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنكمل الحديث ده بس وندعو إن شاء الله. ف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم، من أحب منكم، وأكيد كلنا بنحب يا رسول الله إن احنا نزحزح عن النار ونحن نخش الجنة، قال: من أحب منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، إن هو يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالنبي وضح هنا حاجتين: أول حاجة إيمانك هو اللي ينفعك، وإيمانك ده عمره ما هيزيد إلا بالطاعة، تطيع ربنا، صوم اثنين وخميس، ثلاث ايام في الشهر العربي، ركعتين قيام ليل، ورد القرآن كل يوم جزء، أذكار الصباح والمساء، صلة الرحم، بر الوالدين، إكرام الناس، البسمة الطيبة، المعاملة الحانية، النصيحة المهذبة، إنك تدل الناس على الخير، بكل دوت ربنا هيكرمك وهيسعدك دنيا وآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، والإيمان هيزداد في قلبك. وحاجة تانية أن في حق للناس برضو: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أكيد في فتن أخف من فتن، وفي فتن أشد من فتن، وأكيد في فتن معينة هتوصل بعض الناس أنه يتمنى الموت عشان يخرج من الدنيا ديت، وأكيد في فتن معينة هتحدث بسبب ظروف وملابسات معينة، ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هنكمل موضوع الفتن وهنتكلم عن سائر برضو علامات الساعة الصغرى حتى نصل بعد ذلك إلى علامات الساعة الكبرى. أخوي وحبيبي، القيامة قربت، القيامة قربت يقيناً، إن الستين علامة التي سنذكرها من علامات الساعة الصغرى أغلبها، يعني أنا مش عايز أجزم بعددها، لكن على الأقل على الأقل ما لا يقل عن 50 علامة عدت، وما بقي إلا القليل، ومش هنستنى لما العشرة دول الباقيين دول يجوا، واخد بالك، ولا السبعة اللي فاضلين يجوا، لأن في منهم علامات كما وضحت وأصلت في الدرس الماضي، في بعض علامات الساعة الصغرى ستكون مواكبة لعلامات الساعة الكبرى، بل وهناك علامة ساعة من علامات الساعة الصغرى ستكون بعد انتهاء علامات الساعة الكبرى، وهي الريح اللينة. فأخويا وحبيبي، محتاجين فعلا إن احنا نراجع نفسنا ونشوف إيه اللي احنا بنعمله، ونشوف موقفنا إيه من ديننا ومن حياتنا ومن إسلامنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حاول تبدأ مع أسرتك، مع أولادك، مع زوجتك، حاول تربي نفسك على الطاعة، حاول تعين جيرانك، حاول تعين قرايبك، حاول تحاول توصل أكبر خير أو أكبر قدر من خير للناس، وحب إخوانك زي ما بتحب لنفسك، وحاول بقدر الإمكان تكون حمامة سلام في كل مكان، اوعى تكون انسان مشاكس او معادي او حقود او حسود، مش هتاخد اكتر من ربنا مقدره، ومش هتبدا عن الناس ان ربنا مقدره. حب الخير لاخوانك، وحب الخير للمسلمين، وحب بلدك، وسع كل الخير لبلدك، ان داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا
التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا رب العالمين فرج هم إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم وحد صفوف المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان، اللهم أغث إخواننا في المسجد الأقصى يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، برحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، اهدي شباب المسلمين، اهدي بنات المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، برحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ارحمنا جميعا إذا دخل على علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، سد الدين عن المديونين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج هم المهمومين يا رب العالمين، اللهم اكفنا شر كل حاسد وكل حاقد برحمتك يا رب العالمين، اللهم املأ بيوتنا بالخير والإيمان والسعادة والغفران يا رب العالمين، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم اغثنا من النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن الخلود في النار، ارزقنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، ثقل موازيننا بالعمل الصالح، ثقل موازيننا بالعمل الصالح، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.